أهلا بكم. دعت وزارة الخارجية الأمريكية الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وقالت في بيان لها إن وزراء خارجية اللجنة الرباعية بالإضافة إلى سلطنة عمان اتفقوا على بدء جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان. أشارت إلى أن الاجتماع أكد أن نقل السلطات الرئاسية في اليمن لن يتم حتى تشرع الأطراف بتنفيذ كافة الخطوات السياسية والأمنية للخارطة الأممية. في هذه الحلقة نتوقف عند أهم ما تضمنه البيان الأمريكي الأخير لنناقشه في محورين: دلالات تجاهل الإدارة الأمريكية والمبعوث الأممي لرد الحكومة على خارطة الحل المقترحة، وجاهزية الأزمة اليمنية للحل في هذه اللحظة. تجاهلت الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي رد الحكومة على خارطة الحل الأممية، وبدا واضحا في بيان الخارجية الأمريكية أن الحل الأممي سيتم فرضه بغض النظر عن موقف الأطراف اليمنية. وعلى الرغم من أن تأكيد الخارجية الأمريكية أن الحل في اليمن يجب ألا يخرج عن مرجعيات الحل المعتمدة، إلا أن الحكومة ترى أن الحل المطروح الآن يتعارض مع كل تلك المرجعيات، وهو ما عرضته في ردها سابقا ولم يتم أخذه بالاعتبار كما يبدو. الحكومة لا تزال تطالب بتعديل الخارطة المقدمة وترفض المضي إلى حل وفقا لهذه الخارطة، وهو ما يضع الموعد المقترح لجولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الأردنية غير وارد في هذه اللحظة. نبدأ النقاش بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. يوم حافل باللقاءات والتسويات وتبادل الصفقات انتهى بالتقاط صورة جماعية لوزراء خارجية المجموعة الرباعية زائدا عمان، وبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وضع النقاط على الحروف. الاجتماع الذي حضره ولد الشيخ واعتذرت عنه الحكومة اليمنية لم يأتي بجديد خارج الرؤية التي قدمها المبعوث الأممي أواخر أكتوبر الماضي. تلك الرؤية التي اعترضت عليها الرئاسة اليمنية وتسببت بأزمة حادة بينها وبين المبعوث الأممي بعد رفض الرئيس هادي مقابلته لمرتين في الرياض قبل أن يلتقي الرجلان في عدن ويسلم هادي ملاحظاته على الخارطة مطلع الشهر الجاري، ولكنه لم يتلقى جوابا حتى الآن. كشف اجتماع الرباعية الدولية والبيان الصادر عن مكتب الناطق باسم الخارجية الأمريكية عدم التفات الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة لملاحظات الحكومة اليمنية، وإصرار الوزير الأمريكي على محاولة المضي قدما في مشروع الحل المقدم سابقا بعد أن تعهد لميليشيا الحوثي خلال لقائه بوفدها في مسقط بالعمل على إنجاح التسوية. الخارجية الأمريكية في البيان الذي نشرته على موقعها أكدت أن الاجتماع سار بسلاسة كبيرة وبتوافق جميع المشاركين فيه دون الإشارة للمرجعيات الأممية والوطنية السابقة، فيما كان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يؤكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأمريكي أن أي اتفاق يجب أن يراعي المرجعيات الأساسية، ويبدو أن ذلك هو سقف الاعتراض السعودي على الاندفاع الأمريكي والأممي في اليمن. أعاد المجتمعون التأكيد على أهمية التسلسل السياسي والأمني للإجراءات التي تضمنها المقترح الأممي، ولعل التحول الجديد هو تحديد مكان المباحثات المقبلة في عمان وتحول خروج الرئيس هادي من المشهد لهدف رئيسي لجولة المفاوضات القادمة، مع الإشارة لأن الإجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الأممية لن تتم إلا بعد توقيع كافة الأطراف على اتفاق شامل. الفشل في تشخيص الأزمة اليمنية بات جريمة بفعل فاعل وتكراراً للوقوع في فخ التسويات المنقوصة التي تجعل اليمن يقف في مفترق طريق صعب يحمله كل يوم بعيداً عن السلام واستعادة الدولة، ويعزله عن محيطه وعمقه الجغرافي. وبين التململ والانكفاء الخليجي وصراع أجنحته المتعددة والاندفاع الإيراني عبر البوابات المشرعة في وجهه، يصبح اليمنيون أمام ضغط إقليمي ودولي يحاول تمرير مشروع تسليم اليمن لتصبح الدولة الرابعة التي تسقط في يد إيران بقوة السلاح وميليشيا الملالي، ولن يتوقف حلم الهلال الشيعي قبل التحول لدائرة مكتملة الإحكام. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من عمان الصحفي مختار الرحبي. مساء الخير سيد مختار. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وضيف الكرام جميعا. أهلا بكم أستاذ مختار. بحسب إعلان الخارجية الأمريكية يجب على الطرفين في اليمن أن يكونوا في عمان قبل نهاية الشهر الجاري للتوقيع على الاتفاق الذي وصف النهائي للحل في اليمن، هل فعلا ستذهب هذه الأطراف إلى هناك؟ بالنسبة للحكومة أنا أعتقد أنها لا مشكلة لديها في الذهاب سواء إلى عمان أو إلى الكويت أو إلى أي مكان سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا، ليست لديها مشكلة في تحديد المكان والزمان. المشكلة هي بالذهاب إلى هناك، بماذا ستذهب، والاتفاق الذي سيكون تحت أي سقف، وما هي المرجعيات، وما
وما هي القضايا التي سيتم مناقشتها. بالتالي هنا الأسئلة التي يمكن مناقشتها ويمكن الحديث عنها. أما بالنسبة للذهاب لا أعتقد أن الحكومة ستعترض مجرد الاعتراض على الذهاب للمشاورات، بالعكس هي دائما ما تكون سباقة بالذهاب إلى المشاورات وتريد أيضا إنهاء الأزمة اليمنية بالطرق السياسية والسلمية بعيدا عن الحرب. لكن النقطة هنا، هل ستذهب الحكومة إلى مشاورات لم يعني تبنى على إطار عام حدد يعني حدد بخارطة ولد الشيخ، وهي الخارطة التي لم تراعي نقاط الحكومة عليها في نهاية المطاف؟ أخي العزيز، بالنسبة لخارطة ولد الشيخ أحمد أو مبادرة كيري ليست نصوص مقدسة وليست قرآن منزل، يمكن الحديث حولها، يمكن مناقشتها، يمكن تعديلها، يمكن الأخذ والرد بها. ولد الشيخ أحمد في آخر لقاء مع النائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد أنه سيتم يعني مراجعة الخارطة وسيتم استيعاب كافة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية. بالتالي الذهاب لمجرد الذهاب إلى هناك أعتقد أنه سيكون مبني على مرجعيات واضحة، على أسس واضحة، على إطار عام واضح. وبالنسبة لإطار العام، الإطار العام تم مناقشته في جنيف وتم مناقشته في الكويت، وكنا قد وصلنا إلى نقاط مشتركة منها إطلاق سراح المعتقلين وتثبيت وقت إطلاق النار، وهذه كلها كانت يعني إطار عام وبناء ثقة بين الطرفين، لأنه لا توجد هناك ثقة بين الحكومة والطرف الانقلابي الذي دائما ما يتملص ودائما ما لا يفي بتعهداته والتزاماته لا المحلية ولا كذلك الإقليمية. الفكرة أستاذ مختار أن يعني جون كيري كان واضحا بالأمس أن الخارطة أو أي مفاوضات قادمة ستكون بإطار عام تحدده خارطة ولد الشيخ، إذن الذهاب إلى مفاوضات من هذا النوع هو اعتراف بهذه الخارطة مهما كانت نقاط الحكومة عليها في نهاية المطاف. هل ستذهب الحكومة وفقا لذلك؟ هو كما قلت لك يعني بالنسبة للخارطة يعني حتى إذا ذهبت الحكومة إلى عمان فذهابها ليس إقرارا بالخارطة، وأنا أعتقد أن الحكومة لن تذهب قبل أن يتم الحديث صراحة عن إدراج الملاحظات وإدراج أيضا المرجعيات الثلاثة المتفق عليها، المبادرة الخليجية مخرجة الحوار الوطني والقرار الدولي 2216. بالتالي لو تم الاعتراف بهذه المرجعيات ولو تم الحديث أنه لن يكون هناك أي اتفاق خارج إطار هذه المرجعيات أعتقد أن الحكومة ستذهب. ما دون ذلك هي قضايا يمكن الحديث حولها ويمكن يعني مناقشتها ويمكن أيضا التعاطي معها. طيب يعني إلى الآن لم يتم التطرق على أن الحكومة ردت بنقاط على الخارطة ولد الشيخ، لكن مما يبدو أن بيان الخارجية الأمريكية لا يحمل مفهوم لذلك أو لا يحمل آثار لذلك في هذا البيان. الحكومة ما موقفها من التحركات الأمريكية وفقا لذلك؟ أولا بالنسبة للأمريكان، طبعا وزير الخارجية الأمريكي في إعلانه في أبو ظبي الشهر الماضي أعلن أنه تم الاتفاق وكانت الحكومة طبعا بعيدة عن هذا الاتفاق، بالتالي الحكومة لا يمكن لها أن تذهب. طبعا لا أتحدث باسم الحكومة ولكن أتحدث من خلال وجهة نظر الحكومة مفهوم. أنها لا يمكن أن تذهب إلى أي حوارات وإلى أي مشاورات، هي تكون بعيدة عنه وتكون أيضا خارج إطار المرجعيات المتفق عليها. إذا لم يتم تثبيت الإطار العام وإذا لم يتم تثبيت أيضا المرجعيات المتفق عليها لا أعتقد أن الحكومة ستكون ملزمة بالذهاب إلى أي مشاورات، وحتى ولو أعلن ذلك وزير الخارجية. وزير الخارجية هو بالأمس كان أكثر مرونة من إعلانه في السابق وأبدى مرونة في التعامل مع الملف اليمني، ولكن أعتقد أنه هي المحاولة الأخيرة لجون كيري لصناعة شيء أو لصناعة سلام فشل في صناعته طوال الفترة السابقة. جون كيري طوال سنة وثمانية أشهر لم يستطع إيجاد حلول مرضية للأزمة اليمنية، كما أنه فشل في كثير من الملفات، في الملف السوري، في الملف العراقي، في كثير من الملفات فشلوا. بالتالي هو يريد الآن أن ينجح في الملف اليمني لأنه من وجهة نظرهم أن الملف اليمني هو أكثر سهولة ويمكن الضغط على جميع الأطراف للقبول بأي تسوية. بالتالي نحن لا نريد تسوية هشة، لا نريد سلام لا يصمد، نريد أساس بناء سلام يصمد لسنوات ولا نريد ترحيل المعارك إلى سنوات قادمة. نريد سلام دائم، الشعب اليمني سائم الحروب، الشعب اليمني يدفع ضريبة، الشعب اليمني يعيش أزمات داخلية، الشعب اليمني شهد مجاعات لم تشهدها اليمن طوال الفترات السابقة. بالتالي نريد سلام، نحن جميعا نبحث عن السلام، الحكومة تريد السلام، السلام. من يريد الحرب هو عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح فقط، ما دونهم أعتقد أنهم جميعا يبحثون عن السلام ويسعون إلى ذلك. طيب يعني وفقا لهذا الأمر وبسؤال أخير أستاذ مختار،
الآن الحكومة لم تشارك في اجتماعات اللجنة الرباعية مع حضور ممثلين يعني لعمان ولعدد من الدول الأخرى، يعني اجتماع اللجنة الرباعية هو في نهاية المطاف. هذا الأمر، التجاهل ربما الذي يصفه البعض من قبل اللجنة الرباعية لوجود الخارجية الأمريكية في الرياض في نهاية المطاف، هل هو متقصد أم أنه خارج نطاق عمل الحكومة اليمنية في نهاية المطاف؟ نعم، أولا دعني أتحدث عن وجود العماني. طبعا وجود العماني هو مهم جدا ودور إيجابي، وتلعب دور إيجابي وهي تقوم بالضغط على الطرف الآخر. بالنسبة لوجود الجانب اليمني، هي الجانب اليمني لم يحضر طوال الاجتماعات السابقة للرباعية الدولية، بالتالي لا أعتقد أنه تجاهل، لأن شركائنا في الأزمة هم المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات، هم متواجدين، وأعتقد أنهم سيطرحون وجهة نظر الحكومة، ولا أعتقد أنه يوجد هناك أي تجاهل لليمن، مع أننا كنا نرغب من باب التواجد الدبلوماسي ورمزي أن يتواجد وزير الخارجية اليمني في هذه الاجتماعات وفي الاجتماعات السابقة. إذن أشكرك مختار الرحبي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من مسقط الباحث الأكاديمي العماني الدكتور عبد الله الغيلاني. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، يا هلا مرحبا. أهلا بك دكتور. مشاركة عمان دكتور في اجتماع الرباعية الدولية، إلى ما يشير برأيك هذه المرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي دعني أؤكد أن الأزمة اليمنية قد طال أمدها، وأن رقعة المعاناة قد اتسعت، وأن الشعب اليمني منذ أكثر من 3 أعوام 4 أعوام وهو يعاني وتجرع المرارات من جراء هذه الأزمة. ويعني بالتالي البحث عن تسوية سياسية أو حل هو مطمح لجميع الأطراف. مشاركة عمان تأتي في سياق الدور الإقليمي الذي تلعبه السلطنة، وهي تقدم نفسها باستمرار باعتبارها دولة محايدة تقف على مسافات متساوية من الأطراف، أطراف الصراع في اليمن، وهذه هي يعني الصورة الظاهرة. ولكن من حيث الواقع يبدو أن عمان هي أقرب دول مجلس التعاون إلى الحكام في صنعاء، الحوثيين وعلي عبد الله الصالح، وبالتالي ربما تكون السلطنة هي الأقدر على التأثير على يعني هؤلاء، يعني بحكم هذا القرب السياسي من ناحية، وأيضا علاقتها المتميزة مع إيران الداعم الرئيس للحوثيين. فحضور السلطنة يأتي في هذا السياق، ولكنه في كل الأحوال هو حضور رمزي لوجستي، يعني ليس أكثر من ذلك. طيب برأيك أو كيف هو تقييمك للمؤتمر الصحفي بالأمس وكذلك اجتماع اللجنة الرباعية الذي حدث قبل ذلك؟ اولا نحن جميعا نتمنى ان يخرج الامن من اليمن من هذه الازمه في اقرب فرصه، ولكن يعني معالجه الاحداث والنظر الى الاحداث لا علاقه له بالعواطف. انا احسب ان هذه المبادره التي اعلن عنها امريكيا بعد لقاء الرباعيه في الرياض يبدو لي انها هي خطوه متعثره، وقد ولدت يعني وبها كثير من التشوهات. أولا، ما هي التحولات التي حدثت منذ دعنا نقول مفاوضات الكويت مثلا إلى الآن؟ ما هي التحولات التي حدثت على الأرض بحيث ترغم الحوثيين على إبداء شيء من التنازل أو إجراء تحول في مواقفهم المتصلبة؟ لم يحدث شيء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الإدارة الأمريكية بعد شهر من الآن تحديدا في 20 من يناير القادم، جون كيري وطاقمه العامل في وزارة الخارجية سيكونون خارج السلطة، وما أحسب أن السلطة القادمة في الولايات المتحدة تولي الملف اليمني اهتماما بالغا عن يعني اهتمامات أخرى. فما الذي تغير؟ لا شيء. وبالتالي يعني السؤال المطروح، ما هي الضمانات التي يمكن أن توفر بيئة صحية مناسبة لهذه المبادرة بحيث أنها لا تتعثر كما تعثرت مفاوضات الكويت ومفاوضات مسقط وغيرها من جولات الحوار مع الحوثيين؟ فأنا يبدو لي أن هذه المبادرة قد ولدت ميتة. التغيير الرئيسي الذي أعلن هو أنه لم يتم تنفيذ ما سوف يتم الاتفاق عليه، أو لن يتم تسليم السلطة إلا بعد التزام الأطراف بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وهذه حقيقة مسألة فيها إشكال كبير. يعني من هي القوة التي أو الدولة أو الجهة
التي سوف ترعى يعني تنفيذ هذه ما سوف يتم الاتفاق عليه على الأرض. ليس هناك جهة يمكن، لأن هذه الجهة تحتاج إلى قوة بحيث أنها ترغم الأطراف أو تضمن على الأقل أن الأطراف المعنية التزمت بهذه المقررات. فيبدو لي أن هذه المبادرة تحمل يعني بذور فنائها في أحشائها، ولا أحسب أنه سيكتب لها النجاح للاعتبارات التي ذكرت. فهذا أمر مؤسف حقيقة، لأننا جميعا نود أن يخرج اليمن من هذه الأزمة في أقرب فرصة ممكن. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. ينضم إلينا الآن من القاهرة الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز المجيدي. مساء الخير سيد عبد العزيز. مساء الأنوار عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بكم. لربما استمعت لتقييم أو رؤية وجهة نظر الدكتور عبد الله حول اجتماع الرباعية وبيان وزارة الخارجية الأمريكية، هل تتفق معه في أن هذا الأمر في حال حدث هذه المفاوضات قد تفضي إلى نوع من الجدال البيزنطي الذي لا يؤسس لقاعدة متينة للحل في اليمن؟ أعتقد أن الخطة التي طرحها كيري هي بالأصل أصلا كما وصفتها الحكومة ولدت ميتة، خطة قامت بدرجة رئيسية على الإذعان لشروط الميليشيات بخطتها الرئيسية، وهدفها الرئيسي ليس إنهاء الانقلاب وإنما تصفية وجود الشرعية داخل الدولة، وبالتالي خلق سلطة جديدة تكون فيها دور كبير للميليشيات ولإيران تحديدا. من الواضح أن البيان الذي صدر أمس أو صدر اليوم من الخارجية الأمريكية المعتاد في عادة في إصدار في الاجتماعات التي تحدث بمجموعة أطراف إصدار بيان مشترك، لكن ما حصل هو أن الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا منفردا كما لو كان هناك شبه ربما خلاف داخل المجموعة. ربما إذا كان هناك اتفاق بين معظم الأطراف فأعتقد أن السعودية ربما تكون تحفظت مثل هذه الأفكار المطروحة في البيان، سيما وأنه لم يأتي بجديد، ركز بدرجة رئيسية على مسألة نقل السلطة الشرعية لصلاحيات الرئاسة إلى نائب يتم التوافق عليه، أكد على مسألة أن نقل الصلاحيات لن يتم إلا بعد تنفيذ الاتفاق. لا أعلم كيف سيتم تنفيذ الاتفاق، وإذا كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المنصرفة والتي تبدو أنها تقوم بعملية تصفية عهدة لها من آثار الاتفاق النووي مع إيران، تحاول على ما يبدو التخلص من الورقة الأخيرة في هذا الجانب ومنح إيران بعض الإطمئنان فيما يتعلق بجانب منح ذراعها الميليشياوي في اليمن شكل من النفوذ داخل السلطة اليمنية القادمة. كيري بالأمس تحدث بأن إيران أبدت نيتها واستعدادها وتشجع أيضا عمليات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لكنها أيضا تريد دورا للحوثيين في اليمن. نعرف ما هو الدور الذي تبحث عنه إيران في كثير من الدول العربية، لدينا نماذج واضحة في لبنان والعراق وسوريا، هي تبحث عن ميليشيات وعن سلطة موازية تستطيع من خلالها أن تمارس دورا داخل المنطقة، وهي ضد فكرة وجود دول أصلا. حتى مثلا دولة كالعراق الأطراف الموالية لإيران هي التي تسيطر على السلطة والحكم في العراق، ومع ذلك صنعت ما يسمى بميليشيات الحشد الشعبي وهي جيش موازي، ومؤخرا تم شرعنة هذه الميليشيات بقانون من خلاله تحولت الميليشيات الحشد الشعبي إلى ذراع لحرس الثوري الإيراني ونسخة منه مكررة داخل العراق. يبدو أن الأطراف الخارجية لا تكترث لفكرة إنهاء انقلاب وإعادة المسار السياسي كما ينبغي بما يؤدي إلى إقامة سلام دائم وشامل في اليمن. الطرق التي تتعامل بها الدول الكبرى تحديدا مع مثل هذه الأزمات هي تلفيقية في كثير من الأحيان، هدفها الأساسي إعادة تسوية الأمور بين مجموعة مسلحين كما تعتقد، وفي النهاية تعيد تصميم بلد كما يمكن تصميم قنبلة في أي لحظة تنفجر، وبالتالي تعود الأمور كما كانت عليه. اليمنيون لم يقدموا كل هذه التضحيات من أجل عودة الأمور إلى نقطة الصفر والبدء. أعتقد بأن على السلطة الشرعية
التي أيضا أغرت الانقلابيين وأغرت الكثير من الأطراف الخارجية نعم. بضعفها الكبير على طرح مثل هذه الحلول التي تهدف إلى تصفية السلطة الشرعية. يعني أنت تتفق سيد عبد العزيز أن تتفق أن يعني من يقولون أن الإصرار الأمريكي على نقل صلاحيات الرئاسة يشير إلى رغبة أمريكية في نوع من تجاوز كل العلاقة مع هذه الشرعية؟ بالتأكيد الإصرار بدأ من منذ وقت مبكر. لو نتذكر تماما الخطة التي كانت ربما مقترحة ومتداولة من قبل 6 أشهر وكانت تقريبا إبان وجود نائب الرئيس السابق خالد بحاح، وبعد تغيير بحاح مباشرة خرجت الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا على لسان كيري وأعرب عن صدمته حيال هذا التغيير الذي تم، وقال بأن ما التغييرات التي تمت هي يعني ضرب للترتيبات التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الجانب. من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا قد أخذت قرارا بإنهاء دور الشرعية في اليمن، لكن لا أدري لماذا الشرعية نفسها أيضا تترك مساحة لمثل هذا التلاعب. هي شرعية جاءت بإرادة شعبية وبانتخابات من اليمنيين، ويجب عليها أن تعمل وفقا لهذا التفويض من اليمنيين، وأن تعمل أيضا بما يجب وفقا لهذا التفويض. منذ 2 سنين يا سيدي نحن نقترب من 2 عامين ومحافظة كتعز تركت ورقة للمساومات بين جميع الأطراف، حتى التحالف العربي ظل مترددا حيال تعز. هناك كثير من المعلومات التي تحدث عن ضغوط غربية وتحديدا أمريكية لمنع تحرير تعز. أنا لا أدري لماذا منطقة بكاملها ترى الزلازل في كل مكان. دعنا نفهم أكثر. تضرب حلب ويتم تصفيتها لمصلحة إيران، تضرب الموصل ويتم تصفيتها أيضا لمصلحة إيران، ولدينا الآن تعز تترك وهي المخزون السكاني المنطقة التي يمكن أن تشكل عمقا ديموغرافيا للخليج بالمفهوم الإيراني الذي يقوم على أساس تقسيمات طائفية حقيرة. في نفس الوقت كان ينبغي على السلطة الشرعية وعلى التحالف الذهاب إلى أهم ورقة ووضعها في جيبها، ومن ثم إذا أرادت أن تذهب للمشاورة عليها أن تذهب، عليها أن تأخذ تعز أولا وأن تختم طيب. الأمر في هذه أستاذ عبد العزيز، لأنها مهيئة تماما لتحرير كامل من خلال إرسال تعزيزات عسكرية وعتاد ثقيل وخطة شاملة طيب. للتحرير، وأعتقد أن أسبوعنا دعنا نفهم أستاذ عبد العزيز نعم. سيتم إنهاء هذا الملف. دعنا نفهم أكثر الفهم الخليجي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، هل يعني بهذا البيان للخارجية الأمريكية وهذا اللقاء مع اللجنة الرباعية، هل الفهم الخليجي المتمثل بالسعودية والإمارات للموقف في اليمن أو موقف هذه الدول باتجاه اليمن يتماهى الآن أو يرتبط مع الرؤية الأمريكية للحل فيها؟ يبدو الأمر كذلك للأسف الشديد. فبيان الخارجية الأمريكية هو لا يعبر فقط عن الموقف الأمريكي تحديدا، وإنما جاء في أعقاب الاجتماع الرباعية، وكأنه صدر باسم يعني هذه اللجنة الرباعية. فيبدو تماما أن هذا البيان الذي يعبر عن الموقف الأمريكي هو يعبر بالتبعية عن موقف الدول الأخرى. هناك مشكلة يا أخي الكريم، واضح تماما أن الولايات المتحدة لا تريد حلا جذريا للأزمة اليمنية. لو كانت تريد ذلك لفعلت ذلك منذ يعني أمد بعيد. هي تملك القدرة على أن تفرض حلول على الواقع، هذا من ناحية. إشكال آخر أن هناك خلاف سياسي في داخل التحالف نفسه. يعني بدأنا نفطن إلى أن بعض دول التحالف لم تدخل من أجل استئصال الحوثيين وعلى عبد الله صالح، وإنما دخلت اليمن أو اشتركت في هذه العملية العسكرية لاعتبارات أخرى. الآن هذه المبادرة السياسية، دعنا نفترض جدلا أنه تم التوافق على حل سياسي معين في اليمن. هذا الحل السياسي قطعا سوف يعكس الأوزان النسبية للقوى اليمنية المختلفة. بعض دول التحالف من دول الخليج عندها مشكلة في هذه المسألة. لا يمكن أن تقبل يعني حالة سياسية في اليمن تعكس فيها الأوزان النسبية للقوى السياسية المختلفة. هنا قوى سياسية غير مرغوب فيها، لا يراد لها أن تكون جزء من الحل في الأزمة اليمنية. إذن الوضع معقد جدا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى
الحكومة الشرعية وقد قلنا هذا مرارا تبدو أنها عاجزة، ويصدق عليها القول ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. يعني هذا الاجتماع الأخير للجنة الرباعية، كيف يمكن لهكذا اجتماع يصدر عنه يعني بيان بهذا المستوى دون أن تمثل فيه الحكومة الشرعية المعترف بها؟ ابن الشيخ سبق أنه أعلن هذه المبادرة قبل بضعة أسابيع، والحكومة اليمنية في بيانها تنصلت تماما من هذه المبادرة وقالت نحن لم نعلم، لا نعلم شيئا عنها، وبالتالي هي بالنسبة لنا لا تمثل شيء. إذن معنى ذلك أن هناك أمور تحاك وأن هناك أمر يقضى بليل، نعم. والحكومة اليمنية خارج هذا النطاق. أنا أقول الحل يعني أو يعني بداية الحل، الخطوة الرئيسة في هذا الموضوع كله هو أن تأخذ الحكومة اليمنية زمام المبادرة وأن تستعيد سلطتها وأن تأخذ وضعها وأن تكون الرقم الأصعب في معادلة الصراع في اليمن، لا أن تكون يعني هكذا جهة مفعول بها. إذا أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث والأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى أستاذ عبد العزيز المجيدي، أستاذ عبد العزيز، وفقا لهذا يعني الكثير يتحدث عن ضعف في أداء الشرعية اليمنية، وكما يبدو أنها ستذهب في ما يبدو أنه مفاوضات قادمة في عمان، ما الخيارات المتاحة أمام الشرعية اليمنية وتستطيع عملها وفقا للضغط الدولي الكبير الذي في نهاية المطاف هو يمارس عليها؟ أعتقد بأن أمام الشرعية الكثير مما يجب أن تفعله وبمقدورها أن تفعله، لكن على ما يبدو أن الرئيس رئيس السلطة الشرعية نفسه لا يدري ربما ماذا يفعل، ليس لديه طاقم من المساعدين المحترفين، وهو شخص يقوم باختيارات غريبة أحيانا. كثير من الأطراف أو كثير من مساعدي عبد رب منصور هادي وكثيرين منهم هم من المرتبطين بشبكة علي عبد الله صالح للأسف الشديد، والرجل حتى الآن لم يخلق له أيضا حتى رجاله المفترضين الذين يمكن أن يساندوه بشكل حقيقي في استعادة الدولة وفي بسط سيطرة السلطة الشرعية. يا سيدي، تم عمليتين استهدفتا مجندين يستلمون رواتبهم في عدن خلال أسبوع واحد في عدن. ليس هناك جهاز أمني تم بناؤه خلال الفترة التي تم من خلال الفترة التي مرت منذ استعادة عدن. هناك بطء في الاستجابة للتحديات من قبل الرئيس نفسه ومن قبل حكومته المتواجدة في المتواجدة في عدن. من الضروري على الرئيس أن يأخذ زمام المبادرة باتجاه تفعيل أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية، بالتأكيد أن يكون هو الرقم الصعب كسلطة شعبية مفوضة من اليمنيين. نعم. عليه أن لا ينتظر طويلا ماذا يمكن أن يقوله الأمريكان أو ماذا يمكن أن تقول له دولة أخرى. بالتأكيد عليه أن ينسق مع التحالف العربي، وأن يقع التحالف العربي بضرورة المضي في خطوات عسكرية فاصلة. أعتقد لا أقول بأن الحسم العسكري سهلا، لكن أعتقد بأن هناك أوراق عسكرية على الميدان يستطيع من خلالها فرض تسوية من نوع ما على الأقل يعني تحدث شكل من التوازن على الأرض، مع أن مثل التوازن مع أن مثل التي تقوم على إعادة توزيع توازنات عسكرية على قوى أو على سلطة شرعية. نعم أستاذ عبد العزيز، سيكون وخيما جدا على اليمنيين، لكن أشكرك. في النهاية هناك الكثير مما يجب أن يعمله، وأعتقد أن على الرئيس أن يتخذ قرارا ما لم، فإن الفترة القادمة ربما ستوصل اليمني إلى مرحلة القبول بأي تسوية. شكرا لك. وترك الرئيس هادي ومن معه خلفهم. أشكرك الصحفي والمحلل السياسي أستاذ عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإنصات، وعلى أيضا تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزميل كمال حيدرة معد هذه الحلقة ومنتج البرنامج، وتحيات طاقم العمل. إلى اللقاء.